خلينا نروح بقى لموضوع لطيف وغريب جدا جدا. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت موضوع لطيف وغريب عن قط اسمه تيد. القط ده رجع لبيته بعد 4 أيام من غياب لأنه اتعرض لحرق جسمه بالكامل، وأصحابه افتكروا إن هو خلاص مات، لكن القط طبعا زي ما احنا عارفين بسبع أرواح، وقدر القط تيد إن هو يفاجئهم ويرجع للبيت عادي جدا. الحمد لله ده على ملبوس، السلامة. ده ملبوس. طبعا الحكاية دي ان القط تيد خرج من البيت وجري من الباب بعد ما اتحرق جسمه، وصاحبته طبعا ما كانتش موجودة في البيت. الجيران بلغوها بخبر حريق قطها، فهي رتبت لعمل جنازة للقط اللي بتحبه طبعا جدا. وبعد ما عملت الجنازة واستقبلت الناس اللي عزوها في القط ورجعت البيت، اتفاجئت برجوع القط تيد وهو ماشي على رجله عادي جدا، رغم انها دفعت 130 جنيه استرليني مصاريف الجنازة والمراسم. طبعا عوضك على انا الله، وانا اخنقه اهم حاجه ترجع اخنقه بالسلامه. اخنقه ارجع بقى مقابل الفلوس اللي انا لا صرفتها. روح هات لي الفلوس وتعالى. بالظبط، يا انا صارفه كل ده وفي الاخر انت عايش مود. يعني ايه حرقه الدم دي؟ طب طبعا مبلغ، بس هو رجع لها بتقول لك بتحبه، يلا الحمد لله على فيعني السلامه. اكيد فرحتها برجوعه وان هي وبعدين تصرف رجع، الفلوس دي، فاكيد طب فرحت. رجع لها محروق ومتبهدل، ما مش هو عمليه تجميل خلاص، بقى. مش هو. يعني يا الحمد لله يا ستي ان هو رجع بالسلامه. هنقول لك ايه؟ معلش، وألف وربنا سلامة عليك. يعوض عليكي.